أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. تقول شبكة CNN إنه أفخم مطار على كوكب الأرض وربما الأروع، وتقول سكاي تراكس العالمية للمطارات إنه خامس أفضل مطار في العالم، وتقول سكاي تراكس أيضا إنه رابع أفضل مطار للتسوق في العالم وخامس أفضل مطار لتناول الطعام. في العام 2014 تم افتتاح مطار حمد الدولي، وخلال 4 سنوات استطاع أن يحصد أكبر الجوائز على المستوى العالمي. هذا المطار يستقبل الآن أكثر من 30 مليون مسافر في العام الواحد، وسيستقبل خلال اكتمال مراحله القادمة 55 مليون مسافر. يشكل المطار طموحا قطريا لتحويل مدينة الدوحة إلى مركز للطيران العالمي، تخدمه شركة الخطوط الجوية القطرية أفضل شركة طيران في العالم للعام 2017. يقدم مطار حمد الدولي تجربة سفر فريدة. هنا الأجواء تختلف عن أي مطار في العالم. نكتشف وإياكم مشاهدي الكرام هذه التجربة وهذه المنشأة الفريدة من نوعها. ابقوا معنا. وزير السيارة روميو فيا ليما 10 لاين اب ان ويت ران واي 16 رايت. سيد عبد العزيز، كيف الحال؟ الله نبي كل تمام ان شاء الله. يا مرحبا بتلفزيون قطر. تلفزيون قطر اليوم معاكم في مطار حمد ان شاء الله. تفضل. تفضل. حياك الله سيد عبد العزيز. يا مرحبا وسهلا. 4 سنوات منذ تدشين مطار حمد الدولي، العديد من المنجزات تم تحقيقها خلال هذه ال4 سنوات. نعم. يعني حصيلة ثقيلة كانت من ناحية الفوز بالعديد من الجوائز، آخرها كان أفضل مطار على مستوى العالم من سكاي تراكس. حدثني أولا عن حيثيات الفوز بهذه الجائزة وما أنجزوا المطار خلال ال4 سنوات الماضية. أشكركم على هذا اللقاء طبعا، وتركيزكم على الإنجازات حقيقة مع مطار حمد الدولي اللي هو نفتخر فيه كلنا. أولا بالنسبة للإنجازات خلال ال4 سنوات والله الحمد، إنجازات مطار حمد الدولي كبيرة. إذا تكلمنا على المستوى، طبعا هناك إنجازات على مستوى القاري أو على المستوى العالمي. على مستوى القاري طبعا إحنا أخذنا أفضل مطار في الشرق الأوسط لرابع سنة على التوالي، وأيضا كنا من ضمن قائمة أفضل 10 مطارات في العالم، وتم تصنيفنا برقم 5 على مستوى العالم، يعني إحنا 5 على مستوى العالم. طبعا وجودنا في هذه القائمة نتميز عن الدول الأخرى بأن احنا الدولة الوحيدة العربية اللي موجودين وحصلنا على هالمركز. أضف إلى ذلك أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط لثالث سنة على التوالي. إضافة لذلك عندنا طبعا من ضمن أفضل 10 مطارات في العالم كأنظف مطار، وأيضا على مستوى التسويق
وعلى مستوى المطاعم والمقاهي نعتبر طبعا خامس على مستوى العالم، والمطار الوحيد اللي أكثر نموا على مستوى العالم أخذنا المرتبة الثانية. أضف إلى ذلك طبعا إحنا الإنجازات هذه حقيقة تمثل لنا، أو الجواز تمثل لنا طبعا شيء كبير. إحنا طبعا كان هدفنا واستراتيجيتنا من البداية، طبعا إحنا الحمد لله مولودين بأن نكون مع المطارات العالمية، والله الحمد الاستراتيجية كانت واضحة في تحقيق هذه الرؤية من خلال حصولنا على هذه الجوائز سواء كانت إقليمية أو عالمية. وطبعا إن شاء الله في القريب العاجل سوف تكون هناك أشياء كثيرة تدعم رؤية المطار وتدعم المسافر. يعني إحنا فهم أسلوب وسلوكيات المسافر هو من أهميات المطار، أو خلينا نقول من إحدى ركائز أهميات المطار في تقديم الخدمة للمسافر. جميل. أولا يعني سكاي تراكس على أي أساس تصنف المطارات وتعطيها الجوائز وهي أعرق ونعرق المؤسسات العالمية في تصنيف المطارات؟ صحيح. طبعا هناك معايير في التصنيف حقيقة طبعا، والمعايير هذه طبعا تشمل بترشيح أكثر من 12 مليون مسافر، أضف إلى ذلك إلى أكثر من 100 جنسية، وأيضا إلى أكثر من 400 مطار. وتم طبعا هناك تقييم المطارات هذه، إذا أخذنا كيف تم التقييم على أساس أن هناك يعني خلينا نقول مؤشر أداء، أكثر من 39 مؤشر. طبعا تكون المؤشرات هذه في الخدمة، فطبعا الخدمات الجديدة اللي تساعد المطار، مثل عندك التكنولوجيا، الأشياء المتطورة، وشو الأشياء اللي فعلا موجودة أساسا في أرض الواقع تخدم المسافر. فأكيد المسافر ما أعطانا هذه الترشيح إلا من خلال طبعا ثقة فينا إحنا كمطار. فنشكر طبعا من خلال تلفزيون قطر المسافرين والجمهور اللي صوتوا حق مطار حمد الدولي، وهذه ثقة كبيرة، وإن شاء الله بإذن الرحمن كمطار حمد الدولي قدها بأن نوعد المسافرين بأحدث التقنيات وبالخدمات التي سوف تساندهم في رحلتهم من وإلى مطار حمد الدولي. اليوم المنشآت عديدة في مطار حمد الدولي، أكثر يعني يوميا نسمع وبشكل شهري عن توسعات داخلية في المرافق الموجودة، وإعادة أيضا النظر في بعض المرافق الأخرى التي تشكل خدمات للمسافرين. حدثني عن آخر الأخبار بخصوص تطوير المنشآت الداخلية بالنسبة لمطار حمد الدولي. طبعا أنت تتكلم عن مطار حمد الدولي، الآن تتكلم عن 30 مليون مسافر في سعة المطار. إذا تكلمنا عن خطة توسعية، مبنى المسافرين الجديد بإذن الرحمن اللي طبعا من ضمن أولويات الدولة، أن راح تكون هناك طبعا مبنى مسافرين جديد يسع ل 55 مليون. طبعا هذا طبعا التطور الكبير اللي راح يساعد على طبعا استقطاب هذا العدد الكبير الهائل من المسافرين. أضف إلى ذلك أتكلم عن يعني المنشآت الجديدة اللي بتكون مع هذا التطور، أو مع هذا حجم التوسعة. طبعا إذا تكلمنا عن الشحن كمان راح يكون هناك توسعة كبيرة. التوسعة مشمولة بمباني جديدة، مبنى مسافرين دعنا نقول. نعم هناك مبنى مسافرين راح يكون كبير إن شاء الله بإذن الرحمن. المبنى هذا راح يتسع ل 50 مليون مسافر، 50 ل 55 مليون مسافر. أضف إلى ذلك طبعا زيادة عدد البوابات الإلكترونية من 40 راح يكون إلى 60، يعني 20 زيادة. وأضف إلى ذلك طبعا الخدمات الإضافية اللي راح تكون موجودة، يعني بحجم هذا يعني الحجم الكبير اللي راح يصير، أو حجم خلينا نقول المسافرين 55 مليون، لابد أيضا أن تصاحبها نوع من يعني مصاحبة اللي هو إيش، الخدمات التي توفرها الخمس نجوم. إحنا حريصين أن تكون خدمتنا مع زيادة الأعداد تكون ما تنزل عن خمس نجوم، من تسهيلات، من خدمات إضافية، من ضيافة، من صالات. أضف إلى ذلك خدمات التكنولوجيا إن شاء الله اللي بنتكلم عنها بعدين. فهذه كلها مصاحبة مع إيش، مع المبنى الجديد اللي راح يصير بإذن الرحمن لاستيعاب الطاقة الاستيعابية للمسافرين، اللي هو حق كأس العالم 2022، وهو بعد كأس العالم إن شاء الله. طيب
ترفع شعار إدارة مطار حمد إنه هذا المطار يقدم خدمة أو رحلة سفر دعنا نقول فريدة من نوعها. نعم. ما يتم تقديمه في هذا المطار من خدمات، من تجربة تسوق، من تجربة يعني مطاعم إلى كافي شبات أو مقاهي غير موجود، ما الذي تريدون إيصاله من خلال أننا نقدم هنا خدمة سفر فريدة من نوعها أو تجربة سفر فريدة من نوعها؟ ما هو المقصود بهذا المصطلح؟ طبعاً إحنا حاولنا المسافر اللي يسافر عن طريق مطار حمد الدولي نخليه يشعر إنه إيش السفر عن طريق مطار حمد الدولي بيكون طبعاً سفر مقاير، بيكون طبعاً إيش هو بيكون بيحس بالتغييرات اللي لو أخذ مطار آخر، يعني بمعنى آخر إن السفر في مطار حمد الدولي هي تجربة فريدة ليس فيها ما فيها تكرار، يعني بمعنى آخر إذا أنت تنظر لها من ناحية الضيافة فحاولنا في مطار حمد الدولي وجود الخدمات، وجود الفندق طبعاً بكل تسهيلاته، أكثر من خلينا نقول 100 غرفة، التسهيلات اللي فيها الاسترخاء إضافة لإيش الخدمات التي ممكن تقدم من الفندق للمسافرين، أضف إلى ذلك الصالات الموجودة الآن. طبعا هناك عدة صالات مثل ما تعرف، صالات رجال الأعمال، صالة طبعا الصفة واللي احنا متميزين فيها في مطار حمد الدولي تجعل من الشخص اللي سافر على خطوط الجوية القطرية عن طريق هذا المطار يتمتع بخدمة الفيرست كلاس اللي هو القاعة اللي تقريبا يعني من أفضل القاعات في العالم. جميل. كما تعلم سيد عبد العزيز أنه أغلب المطارات العربية يعني من دخولك للمطار سواء مسافر أو واصل يعني أكثر شيء تحتاجه في هذا الوقت أنك تخرج من المطار نظراً للتعقيدات صحيح. الكثيرة في المطارات وأغلبها صحيح. أمنية يعني أنت يعني تشيك على الجوازات صحيح. تشيك على الأمتعة، صعوبات في تحصيل الأجرة، سيارات الأجرة والتاكسي ولا آخره. هنا صحيح. المطار واضح أنه صحيح. يختلف الوضع، يعني نحن لم نلاحظ منذ دخولنا حتى هذه اللحظة وجود أي رجل أمن في صحيح. المطار. هو عموماً طبعاً إحنا بعد ممكن أضيء مثل ما تفضلت، مطار حمد الدولي عندنا استراتيجية واضحة في عملية فهم المسافر واحتياجاته. احنا طبعا سلوكيات المسافر هي من أولويات المطار، لما نفهم سلوكيات واحتياجاته نقوم تطبيقها، بمعنى آخر ان نحاول ان نعمل نخلق من المطار او نخلق من المسافر تجربة فريدة ان يكون هو داخل المطار. بمعنى آخر طبعا الإحساس بانه في مكان يقدر يتسوق فيه، مكان يقدر يرتاح فيه، مكان يقدر مثلا هو عائلته يقعد في مكان يعني يتمتع ب سواء النظر ل خلينا نقول الاشياء الموجوده في المطار. يعني على سبيل المثال انا اقول لك الثقافه والفنون، مطار حمد الدولي حقيقه ركز تركيز كبير بان ينقل القطع الفنية بالاتفاق طبعاً أكيد التنسيق مع إدارة المتاحف نعم. في نقل اللوحات أو القطع الفنية أكثر، يعني خلينا نقول 20 قطعة فنية هني. طبعاً الابتكار في العملية شنهي اللي هو طبعاً مساحة المطار، المساحة موجودة للكل إنه يتمتع ويشوف هذه القطع بعد ما كانت في أماكن مغلقة، فطبعا هذه أعطى للمسافرين حرية أن يشوفون القطع العالمية أو القطع المحلية يشوفونها ويتعرفون عليها. أضف إلى ذلك طبعا وجود الخدمات التكنولوجيا الموجودة الآن، يعني كل المطارات تتنافس، وإحنا صراحة طبعا استثمرنا استثمار كبير في تطوير التكنولوجيا، بمعنى آخر بأن طبعا تكون خدمة ذاتية. الخدمة الذاتية هذه أنه يستطيع من أول ما يدخل المطار ويطلع البطاقة اللي هو بطاقة البوردنج كارد زين إلى أن يدخل داخل المطار بدون تدخل بشري، يعني بمعنى آخر أن يعني حاولنا إحنا خلال الفترة هذه وخاصة الآن في 2018 بإذن الرحمن التنسيق مع كبرى الشركات العالمية
في ايش في تطوير هذه المنتجات وتطوير هذه الخدمات لكي نصل الى المسافر ونعطيه رؤيه اخرى انه يتمتع بكل هذه الخدمات بكل هذه الوسائل في مطار حمد الدولي زين بان يعيد ترتيب اوراقه مره ثانيه في حاله سفره من والى سوف يختار مطار حمد لما يتمتع به من خدمات يعني مقارنه بالدول الاخرى والله الحمد انا اقول لك والله الحمد يعني ثقه المسافرين فينا كبيره بانه من ضمن افضل المطارات والله الحمد في العالم اذا ما كان رقم اثنين او واحد في المستقبل القريب ان شاء الله. موضوع سيد عبد العزيز ركاب الترانزيت موضوع يهم إدارة المطار بالتأكيد والخطوط الجوية القطرية، إلى أي مدى فعلاً استطاع المطار بالخدمات المقدمة فضلاً طبعاً عن الدور الكبير الذي تلعبه الخطوط القطرية في استقطاب هؤلاء المسافرين وتقديم امتيازات لهم، إلى أي مدى استطاع المطار فعلاً أن يكون محطة استثنائية لهم؟ أنا أود أن أسافر إلى آسيا قادم من أوروبا أن أمر بمطار حمد لأستمتع بهذه الأجواء والخدمات المقدمة فضلاً عن مطارات أخرى طبعاً بالمقارنة مع مطارات أخرى. صحيح. مثل ما أسلفنا الذكر أن مطار حمد الدولي مثل أنت مثلك عارف أنه طبعاً 80 أو أكثر من 80% معتمد على الترانزيت، فطبعاً فهم سلوك واحتياجيات المسافر اللي جاي من ترانزيت إيش اللي يبي من توفير خدمات، يعني خلينا نقول خدمات إلكترونية كلها free of charge، خلينا نقول خاصة الواي فاي، أضف إلى ذلك وجود أيضا القطع الفنية هذه أو وجود خلينا نقول الضيافة الموجودة الآن اللي نتميز عنها عن جميع المطارات، صراحة هذا يعطي تسهيل للي جاي ترانزيت إنه يتمتع بكل الخدمات هذه الموجودة زين بدون أي تكلفة منه، يعني خلينا نقول خدمات التسويق أو المتاجر العالمية الموجودة مثلا راح نشوف متاجر عالمية على مستوى عالي جدا. إذا تكلمنا عن إيش الأكل والشرب الموجود الكوفي شوبات المطاعم طبعا عملنا بقدر الإمكان صالات الانتظار صالات الانتظار هذه كمان إبداع فيها خاصة إذا تكلمنا عن صالة الدرجة الأولى إضافة طبعاً أكيد الصالات الأخرى بنفس القوة ولكن تتكلم على 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 كمطار ككيان كبير يدعم المسافر وخاصة الترانزيت اللي يخليه يفكر مرة ثانية في أي سفرة أن تكون انطلاقته من مطار حمد الدولي. طيب المطار كان له دور كبير سيد عبد العزيز في موضوع الحصار الجائر على دولة قطر ومر بمرحلة هامة جداً خلال 9 شهور الماضية سنستعرضها معك إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مشاهدة الكرام ابقوا معنا. سيد عبد العزيز المطار مر خلال فترة الحصار وهذا أمر طبيعي بالعديد من الأحداث أبرزها كان تناقص عدد المسافرين نتيجة توقف بعض المحطات يعني التي كانت تسير عليها الخطوط القطرية يعني رحلاتها. كيف تعاملتم مع هذا الأمر وكيف وأين وصلنا الآن من ناحية أعداد الزوار إلى سواء ركاب ترانزيت أو السياح أو ما يتم نقله عبر الخطوط القطرية من ركاب؟ نعم والله الحمد طبعا البدايه نعم يمكن في اول يوم يومين او اسبوع ولكن والله الحمد استطاع مطار حمد الدولي طبعا احنا ما اخذنا اكشن ولكن كانت هناك خطه موضوعه للامور هذه. اذا تكلمنا عن يعني استعدادات او ايش اللي سويناه احنا طبعا تكلمنا عن اعداد المسافرين ولله الحمد يعني نتكلم عن 30 مليون مسافر خلال 2016-17 فبالتالي طبعا انت لما تستقبل هذا العدد الكبير وبعد الحصار انا اعتقد انه انجاز كبير اضف الى ذلك الى اكثر من 222 ألف رحله
طبعا ناهيك عن دور القطرية في الدعم من حيث إيجاد، يعني أنت تتكلم عن أكثر من 10 محطات في 2016 2017 2018، تتكلم عن يعني بدت الرحلات أو بدت زيادة عدد المسافرين اللي نلاحظها بشكل كبير مع طبعا وجود هذه المحطات الكبيرة. طبعا تتكلم عن زيادة المسافرين، خلينا نقول أكثر من 3% شهريا في النصف الثاني من 2017. فأنا أعتبر والله الحمد بإذن الرحمن طبعا إحنا ماشيين على خطى بدعم كبير سواء من الخطوط الجوية القطرية أو المطار بالاستراتيجية اللي ماشيين عليها، يعني اتكلم الآن عن 30 مليون أو أكثر من 30 مليون، وهذا شيء يعني إحنا نقول والله الحمد ماشيين بالخط أو بالطريق الصحيح. طيب أحداث عديدة نعم ستستضيفها الدولة خلال المرحلة القادمة، منها نهائيات كأس العالم 2022. قبل الدخول في تفاصيل نهائيات كأس العالم، نود أن نركز على المرحلة القادمة. يعني المطار يمر بمراحل ازدحام معروفة اللي هي فترة الصيف، كيف استعدتم لهذه المرحلة؟ طبعا مثلك عارف أن مطار حمد الدولي دائما بهالحجم الكبير، وأنا أتكلم عن حجم مطار حمد الدولي، هو يعتبر يعني من المشاريع العملاقة في الدولة اللي كانت تعتمد عليها في التطور الآن الحاصل في دولة قطر. يعني تتكلم عن المشاريع المستقبلية، تتكلم عن إيش الخدمات اللي تقدمها والسبورت حق المشاريع هذه. لكن عن 2022 طبعا احنا نتكلم عن الأعداد الهائلة اللي راح نستقبلها. أكيد مطار حمد الدولي له رؤية في هذه، والله الحمد طبعا هناك توسع في المطار راح يكون إن شاء الله بالقريب العاجل، وهذا التوسع لاستيعاب العدد الكبير. إذا تكلمنا عن موضوع الخدمات التي راح تقدم، طبعا أنت لا تنسى 2022 راح تتكلم عن أكثر من 1300 رحلة يوميا، فهذا طبعا شيء مو بسيط. أنت كمطار لابد أن تكون جاهز للأمور هذه، فجاهزية المطار والتوسعة الموجودة والخدمات التي طبعا تصاحبها، أضف إلى ذلك إحنا طبعا عندنا ستاندر أو خدمات الخمس نجوم، ما نحاول نكون أقل من هذه من تقديم هذه الخدمة. فبالتالي التحديات موجودة، والخططنا الموجودة الآن لتوسعة أضف إلى ذلك لاستقبال هذا الأعداد أو الأعداد الهائلة اللي راح تجي، سواء كانت في الصيف أو كانت ل 2022 أو حتى للمستقبل القريب. يعني خلينا نقول تركيزنا على المطار الذكي، تركيزنا على التكنولوجيا هي من أهم حقيقة يعني الأمور اللي مركزين عليها هو فعلا، وهذا يفرقنا عن المطارات الأخرى. يعني صح إن شاء الله. أينما تجولنا مشاهدي الكرام في مطار حمد، هناك العديد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمسافرين، تقليل الوقت على المسافرين وتوفير الجهد الكبير أيضا عليهم. هل يعني كل المسافرين لديهم الوعي بكل هذه الأجهزة المتوافرة هنا لتقليل الوقت عليهم؟ طبعا احنا نحاول بقدر الإمكان إن شاء الله، بحكم أن طبعا مطار حمد الدولي هو من مصاف المطارات العالمية، نحاول طبعا ايش ان بقدر الامكان ان يعني نرسل او مثل ما يقولون نغطي كل شرائح المسافرين، سواء طبعا عن طريق الميديا او عن طريق خلينا نقول السوشيال ميديا. يعني الامور التكنولوجيا الان، اي مسافر اذا تكلمنا عن رجل الاعمال او الرجل او المسافر العادي راح يشوف الخدمات الموجودة ويسأل عنها. طبعا أكيد احنا وفرنا طبعا ناس موجودين ذو كفاءة عالية لإرشاد المسافرين لاستخدام هذه الأجهزة. أضف إلى ذلك طبعا الإرشادات الموجودة الآن في مطار حمد الدولي، يعني نحاول أن احنا نطورها بمعنى آخر. يعني نزلنا خلينا نقول في التليفونات في المحمول البرامج هذه طبعا تغني المسافر
لأي مكاتب معلومات. يعني بمعنى إذا يبغي هو يروح الفندق، يبي يروح مثلا يشتري شغلة معينة، ممكن عن طريق الأبليكيشن هذا ممكن هو يروح المكان بدون تدخل أي عنصر بشري، يوفر عليه الوقت، يوفر عليه الجهد. اثنين، إذا 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 هو يحب إنه طبعا تكون المعلومات عنده أو تفاصيل الرحلة، تفاصيل الرحلة طبعا تفاصيل الرحلة اختيارات متعددة يتيحها. نعم نعم نعم. طيب المطار سيد عبد العزيز يعني يحتاج إلى غير مبالغة أيام لنكمل جولة فيه مشاهدة الكرام. نعم. سنحاول إن شاء الله وإياكم في الفقرة القادمة نتجول في مرافق هذا المطار بشكل أكثر تفصيلا. ابقوا معنا. خلينا ناخذ جولة ولو خفيفة في المطار، إن شاء الله رويك الأشياء الموجودة والأشياء اللي فعلا تجذب المسافرين وتجذب الناس اللي تجي المطار عندنا. تعتقد أستاذ عبد العزيز بأنه فعلا كان واحد من أعظم استثمارات الدولة هنا في قطر بناء يعني منشأة بهذه المواصفات خدمت الدولة وخدمت قطاعاتها والتعويل عليها أيضا في المستقبل القريب في أنه فعلاً تخدم الجانب السياحي، القطاع السياحي الذي يخدم بالضرورة أيضاً ويقدم مدخلات للناتج المحلي الإجمالي للدولة. هذا المطار هو مدخل الزوار، وهذا المطار هو أيضاً مدخل للبضائع، وهذا المطار سيستقبل فعاليات أيضاً قادمة مهمة جداً. طبعاً مثل ما تفضلت، طبعاً مطار حمد الدولي هو من خلينا نقول المشاريع العملاقة اللي تساند كل مراحل التطور أو مراحل خلينا نقول الدعم لأي تطور موجود في قطر. إذا تكلمنا عن المطار وشنه هو دوره للقطاعات الأخرى، فنجد طبعا دور يمثل دور كبير، ركيزة كبيرة طبعا في دعم خلينا نقول القطاع السياحي. طبعا تعزيز السياحة واحدة من الأمور المهمة طبعا اللي أخذ على عاتقه مطار حمد الدولي دعم السياحة يعني. فإضافة لذلك وجود أكثر من 80 جنسية إنه طبعا يجون بدون فيزا أو فيزا إنه رايف، هذا عطى كمان دافع كبير إن مطار حمد الدولي يكون جاهز لهذا الأعداد، لهذه الأعداد الكبيرة اللي راح تكون موجودة. أضف إلى ذلك طبعا خلق التسهيلات والخدمات التي تصاحب هذه الزيادة هي من أهم التحديات اللي احنا نواجهها، اللي نحاول بإذن الرحمن أن نكون طبعا تقديم الخدمة موازية للأعداد الكبيرة. طبعا الخدمة هذه ما ننزل عن الخمس نجوم. أضف إلى ذلك الاستثمار في التطوير، تطوير الأشياء الإلكترونية وتطوير الخدمات للمسافرين، هذا اللي يعطي ثقة للمسافر أنه يكون نقطة انطلاقه من هذا المطار. طبعا لا تنسى دعم الكبير طبعا اللي الموجود القطرية، القطرية قاعد تدعمنا واحنا ندعمها، فبالتالي التطور الموجود الآن في قطر في الخطوط الجوية القطرية يدعمها تطور آخر في مطار حمد الدولي موازي. فلا بد طبعا أن نكون جاهزين من جميع النواحي. إذا تكلمنا نعم الخطوط الجوية القطرية على سير العمل هنا في المطار، طبعا اكيد انت تتكلم عن طبعا خطوط جويه قطريه رقم واحد على مستوى العالم، فاكيد لها
طبعا باع في هالأمر هذا. وأضف إلى ذلك مطار حمد الدولي اللي طبعا ماشيين بخط موازي مع بعض لخدمة المسافر. طيب المبنى أخذ وقت طويل في التصميم، وكما نعلم وكما ذكرنا حتى قبل أنه هذا واحد بما يعتبر أذكى مبنى على مستوى العالم، ومن ناحية الجوانب البيئية أيضا وعمليات تقليل الاعتماد على الطاقة في المبنى بناء على التصميم. الإضاءة صح. لا يوجد إضاءة بقدر ما هي إضاءة خارجية، ليس كذلك؟ نعم، مثل ما طبعا تفضلت، فإحنا نشوف يعني أن المبنى شوف الإضاءة طبعا حاولنا إحنا نكون طبعا كمطار حمد الدولي يكون صديق للبيئة لتوفير الطاقة، وفعلا خدنا شهادات على ذلك. وطبعا في تنسيق مع وزارة الكهرباء والماء في كهرباء مع هذا المشروع، والله الحمد طبعا مثلك أنت شايف شوف الإضاءة وشوف الفنيات الموجودة، هذه كلها طبعا أيضا تدعم توفير الطاقة. يعني أنت لو لاحظنا أن المطار مضاء إضاءة يمكن في بعض الأماكن، ولكن الإضاءة كلها طبيعية، وهذا طبعا من أحد أهداف أيضا مطار حمد الدولي أن المطار يكون صديق للبيئة، يكون يوفر الطاقة بهالهندسة هذه، بهندسية المطار والأيقونة اللي الكل يتحدث عنها صراحة لها ميزات كبيرة يعني. فوالله الحمد طبعا احنا نحاول نقدم بما وسعنا أن نكون دائما في الطليعة مقارنة بالمطارات العالمية. موضوعنا القادم الأسواق الحرة، وهو نال يعني جائزة على الأسواق الحرة على المستوى العالمي، هي المرتبة الرابعة، أليس كذلك؟ هي موضوع إن شاء الله مشاهدي الكرام فقرتنا القادمة، ابقوا معنا. مشاهدة الكرام، سكاي تراكس منحت مطار حمد الدولي قبل أسابيع جائزة أفضل مطار من ناحية الأسواق الحرة. هنا الأسواق الحرة لها ميزات خاصة من ناحية المساحات، من ناحية أيضا الشركات المتواجدة، الماركات. سيد عبد العزيز، إلى أي مدى فعلا أنه أسواق الحرة الموجودة في مطار حمد تعتبر منافسة لأسواق أخرى؟ طبعا مثلك عارف، واحدة من الأمور اللي فعلا المسافر دائما يذكر مطار حمد الدولي اللي هو عملية التسوق. عملية التسوق بحد ذاتها متعة في مطار حمد الدولي، لذا احنا حاول نخلق يعني للمسافر جو آخر. يعني تكلم عن متاجر عالمية، تكلم عن كوفي شوبات، تكلم عن مطاعم طبعا ترضي جميع الأذواق. يعني أضف إلى ذلك في تجدد دائم سواء كان المتاجر العالمية أو للمطاعم. بالتأكيد هناك تنافسية من ناحية الأسعار. وأضف إلى ذلك طبعاً الأسعار طبعاً هذه تختلف من متجر لآخر، ورغبة المسافر نفسه في إيجاد بما هو طبعاً مثلاً خلينا نقول الأشياء اللي هو يبيها، سواء إذا تكلمنا إذا بغى مثلاً أشياء راقية ممكن يروح مع الأشياء الراقية، بغى متاجر عالمية، الخيارات موجودة لكل الشرائح صراحة. فمن هذا المنطلق صراحة يعني وجود الأشياء الجديدة أو وجود الماركات العالمية اللي هي تدعم حقيقة خلينا نقول الفيجن أو الرؤية مالت مطار حمد الدولي إنه يكون في مصاف الخمس نجوم، هذه الأمور اللي في أرض الواقع اللي المسافر دائماً يختاره عن اللي يبيه. والله الحمد السوق الحرة الآن في مطار حمد الدولي احنا نقدر نقول نفتخر فيه، خاصة في الوقت الحاضر اللي فعلاً تكلم أن أنت في شوبينج مول أو ليس في مطار هيكل فقط أنك أنت تسافر وتروح تركب الطائرة. لا، الناس الآن حتى حاجياتهم يعني بدوا أن يقول لك أنا ما أشتري من السوق، أجي المطار حمد الدولي وأقدر أتمتع بالتسوق وأودي حتى الهدايا اللي دائما طبعا الناس تفرح فيها لما
توديهم او تكون هديه موجوده قادمه من الدوحه. مشاهدينا الكرام، طبعا الخطوط الجويه القطريه ومطار حمد قدموا خدمات عديدة فيما يخص قاعات المسافرين الخاصة، سواء للركاب الذين يحجزون تذاكرهم على الدرجة الأولى أو حتى على درجة رجال الأعمال، لهم قاعاتهم الخاصة، وهناك قاعات أخرى قدمتها مطار حمد الدولي لمن يود الاستمتاع بهذه القاعات، ولكن يجب طبعا أن يدفع. برأي مطار حمد هي أجور رمزية. سنتابع وإياكم هذه القاعات وأبرز ما تقدم، وابقوا معنا. الخدمات الإلكترونية واحدة من المشاريع أو واحدة من اهتمامات مطار حمد الدولي لحاجيات السفر المستقبلية. تم التركيز وتم الاستثمار فيها استثمار كبير طبعا، وهذه طبعا وفقا لمشروع مطار الذكي الذي انطلق طبعا في مايو 2016 تحت رعاية معالي رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر. التركيز على التكنولوجيا الآن واحدة من الأمور الأساسية اللي فعلاً المطارات بدأت تهتم فيها، وإحنا طبعاً كمطار حمد الدولي واحدة من الاستراتيجيات اللي فعلاً يعني استثمرنا فيها استثمار كبير بتطوير هذا التكنولوجيا، تطوير هذا اللي هو جهاز الخدمة الذاتية. هناك شراكة مع شركات عالمية نقوم بتطوير هذا الجهاز، وأضف إلى ذلك طبعاً راح المستقبل القريب إن شاء الله راح يكون هناك طبعاً بصمة العين، بصمة الوجه. بصمة الوجه هو طبعاً راح يكون هذا طبعاً الخدمة اللي الكل ينطرها، الكل حقيقة متشوق إنه يشوف بالضبط التجربة أو الخدمة راح توصل، يعني الخدمة نفسها فريدة من نوعها، فريدة وفي نفس الوقت تقلل الوقت للمسافر من إلى بوابة الطائرة. هذا أول شيء، أول جهاز. نعم. هذا طبعاً سيستقبل المسافر. ما الذي يتم عبر هذا الجهاز؟ طبعاً هذا الجهاز طبعاً مثل ما أنت طبعاً شايف راح يكون الجهاز هذا اللي هو ممكن هو يعمل سيف تشيك إن، اللي هو إيش؟ تسجيل الذاتي. طبعاً التسجيل الذاتي هذا طبعاً راح يعطيه هو البوردينج كارت. البوردينج هذا طبعاً فيه جميع المعلومات من حيث الطيارة أو رقم الرحلة، المقعد، الوقت. أضف إلى ذلك طبعاً بعد ما يأخذ البوردينج كارت فيه طبعاً مرحلة ثانية اللي هو عملية الوزن للشنطة أو للباكج نفسها. طبعاً هناك طبعاً لازم الإنسان أو لازم الشخص أو المسافر يكون حريص أن الشنطة نفسها ما تكون أكثر من 30 كيلو أو على حسب طبعاً إيش ما هو مسموح له في التذكرة، مسموح له في التذكرة إذا كان بزنس، إذا كان مثلاً فلس، إذا كان إيكونومي. فبالتالي طبعاً لابد أن يكون هو حريص أن يكون مثلاً خلينا نقول 23 كيلو مثلاً. فبالتالي ما فوق 23 أو فوق 30 فبالتالي الجهاز ما راح يستقبل أو ما راح يعطيه التعقيد. فهذه الأمور هذه صراحة تخلي المسافر نفسه بعيد عن تدخل أي شخص من أول ما يسجل وياخذ البوردينج كارت ويحط الشنطه. اضف الى ذلك البوابه الالكترونيه ومن ثم الى بوابه الطائره. عند هذه الخدمه طبعا الخدمات هذه طبعا راح يكون تطوير لها تطوير كبير بالتنسيق مع الشركات العالميه اللي فعلا الان تم التوقيع معاهم لتطوير هذه الخدمات. وتطوير هذه الخدمات طبعا ناتجه من احتياج المسافر. ومن هذا القبيل يعني احنا من يعني ك ك
كمطار ذكي، كمطار ذكي صراحة طبعا تم الاستثمار بشكل كبير، وإن شاء الله بإذن الرحمن في القريب العاجل راح تسمعوا شيء يعني أو خبر زين من حيث التكنولوجيا الجديدة اللي راح تطبق في مطار حمد الدولي بإذن الرحمن. أستاذ عبد العزيز، بالنسبة للقاعات التي وفرتها سواء الخطوط الجوية القطرية أو المطار عبر شركات خارجية دعنا نقول لتقديم خدماتها إلى المسافرين، ما الذي تقدم هذه القاعات؟ طبعاً ما يميز والفرق بينهم. صحيح، ما يميز مطار حمد الدولي وحده يعني من أهم ميزاته وجود القاعات هذه، القاعات الفخمة اللي تميز فيها طبعاً على مستوى العالم. إذا تكلمنا عن الفيرست كلاس لانش صراحةً، اللي يجي على الفيرست كلاس القطرية راح يشوف خدمة وراح يشوف مكان يمكن ما يحلم فيه في جميع المطارات. اتكلم عن الخدمات الموجودة فيها، اتكلم عن الخدمات التكنولوجية الموجودة فيها، تكلمنا عن الفنون، فكل حاجة موجود فيها القاعات. تكلمنا عن قاعة البزنس كلاس درجة رجال الأعمال أيضا متوفرة فيها أشياء كثيرة اللي فعلا طبعا المسافر نفسه يحس بالفرق بمقارنة بالمطارات الأخرى. أضف إلى ذلك القاعات الأخرى الموجودة التي تخدم المسافرين، يعني أوركس، وعندك القاعات اللي الأخرى اللي موجودة تخدم قطاعات أخرى، يعني عرف شلون عن طريق إذا كان حتى صحيح. عندك كروت مثلاً كريدت كارد من بعض البنوك، يعني بإجمالاً مطار حمد الدولي اهتم بهالأمور هذه، وهذه واحدة من الميزات اللي تميز فيه مطار حمد الدولي بوجود هذه القاعات اللي تنافس، ما قلت تنافس، أقول الأولى على العالم. حتى على مستوى المحطات الخارجية، حتى لا يشعر المسافر بفرق ما بين الدرجة الأولى، خدمات الدرجة الأولى أو البزنس في مطار حمد ومطارات أخرى، قامت القطرية بعقد اتفاقيات مع مطارات أخرى لمحطات مدن أوروبية وفي الولايات المتحدة رئيسية بالنسبة لقطر في تطوير حتى دعنا نقول قاعاتها الخاصة، وذلك خدمة أخرى للمسافرين. طبعا هذا يعني ما جاء من فراغ، جه من خلال الثقة، من خلال حقيقة طبعا الخبرة الموجودة الآن. يعني تكلم عن سنين عديدة، تكلم عن خبرة والله الحمد، تكلم عن خطوط جو القطرية أو المطار. طبعا الآن حقيقة الثقة الكبيرة من خلينا نقول الأنظمة أو المنظمات الدولية بإدارة مطارات أو بإدارة قاعات أعطوا ثقة كبيرة، عدة جوائز وأخذوا عليها عدة جوائز. صحيح. طبعاً نفتخر فيها إحنا كمطار حمد الدولي في الفترة القصيرة هذه، طبعاً أنجزنا خلينا نقول إنجازات كبيرة، والقادم إن شاء الله بإذن الرحمن يشرف بإذن الواحد الأحد. سيد عبد العزيز الماس، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في مطار حمد الدولي، نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة. شكرا.
إذن مشاهدي الكرام، عزز مطار حمد الدولي مكانة قطر كعضو فعال في دعم حركة الملاحة الجوية على خريطة صناعة الطيران العالمية، وكنافذة دولية منفتحة على قطر والعالم بأسره. ستعيد منشآت ومرافق هذا المطار المتطورة وجو الترحاب، فضلا عن روح الود التي يعززها فريق العمل في المكان، ستعيد تشكيل طريقة تفكير المسافرين في الترحال والعمل. يعتبر مطار حمد الدولي جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تركز على تطوير الإنسان والاقتصاد والمجتمع والبيئة. أشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.